أعزائنا مشاهدي قناة الجسر الفضائية، نلتقي بأحد أخوة المرابطين على جبهة الغاب، تحديدا على أطراف قرية المنصورة، ليخبرنا عن آخر التطورات الميدانية التي تجري الآن. أهلا وسهلا فيك أخي، أهلا وسهلا عرفنا حضرتك. أبو صالح، قائد دبابي 55. أهلا وسهلا فيك أخي أبو صالح. أبو صالح، حدثنا عن الأوضاع الميدانية اللي عم تجري حاليا. يوميا يقوم النظام بتحاول التقدم على الصوامع، ونقوم باستهدافه بالدبابة والمدفعية. طيب، عم نسمع انه في تواجد قوات روسية على الارض غير الطيران اللي عم تستهدف التجمعات الميدانية، فيك تأكد لي على هذا الامر؟ موجود، في تأكيد موثق، والحمد لله اليوم قمنا باستهداف تجمع لأهلهم وقتل احد القادة الروس بالتجمع. وين قتل بالضبط؟ قتل بالصوامع، صوامع الحبوب تبع المنصورة. طيب، كيف لمستوا التواجد الروسي أثناء مشاركته مع قوات النظام؟ في تقدم للنظام، عم يكون في استهداف؟ نحن له بالمرصاد، يقوم بتكسيب بالطيران، بتكسيب بالمدفعية والدبابة والهاونات، والحمد لله نحن بفضل الله والمرابطين جوا كلياتها الحمد لله صامدين، وإذن الله لن يستطيع أن يتقدم لو كان شبر.